لم تكن التظاهرات الحالية هي الأولى في عراق ما بعد الغزو الأمريكي، فالشارع العراقي منذ أكثر من 8 سنين لم تهدأ احتجاجاته إلا استعداداً لاحتجاجات جديدة. بالطبع كانت التظاهرات في بدايتها مطلبية، إذ نادى المتظاهرون بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد الحكومي والإداري وتوفير فرص عمل للشباب العراقي، غير أن الرد الحكومي على المطالب الشعبية المشروعة جاء بصورة مغايرة. وعلى الرغم من آلة القمع الحكومية التي خلفت الكثير من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين، تكررت الاحتجاجات في محافظات شمال وغربي العراق، ثم امتدت خلال السنين الأخيرة لتشمل محافظات الوسط والجنوب التي كانت تمثل عمقاً استراتيجياً لحكومات المنطقة الخضراء، فتحولت تلك المحافظات إلى ساحة للتظاهر ضد الفساد وانهيار الخدمات وضد تغول النفوذ الإيراني في العراق من خلال الميليشيات والأحزاب السياسية. وبالنظر إلى سياسة القمع الحكومية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ عام 2011، فإن هذه السياسة لم ترهب العراقيين أو تضعف عزيمتهم، بل إن تكرار القمع راكم لدى العراقيين شعوراً متصاعداً بأنه لا أمل في الإصلاح في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية، تلك الطبقة التي ضيعت فرصاً كثيرة كان يمكن استثمارها لتلبية المطالب الشعبية التي كانت في بدايتها مطلبية. إسقاط النظام بات إذن شعاراً لانتفاضة تشرين التي تكتسب كل يوم انضمام شرائح مجتمعية جديدة في مواجهة نظام قمعي لا يجيد شيئاً قدر إجادته قتل العراقيين ونهب ثرواتهم. إسقاط النظام بات شعاراً لمرحلة عبر فيها العراقيون حدود الحزبية والطائفية، منطلقين في طريق لا عودة عنه نحو عراق جديد، عراق يحارب الفساد ويحاسب الفاسدين، عراق يجمع أبناءه على أسس الوطنية والحرية وحقوق الإنسان.